أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أهمية مواصلة تعزيز الصورة المشرفة لكرة القدم البحرينية، وذلك قبيل بدء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مشاركته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. جاء ذلك لدى زيارة سموه للميران الأخير للمنتخب الأول لكرة القدم على الملاعب الخارجية قبل مغادرته إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية لملاقاة منتخب اليمن يوم غد الخميس ضمن الجولة الأولى. وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد تدريبات المنتخب الأول لكرة القدم، ثم التقى سموه اللاعبين ونقل لهم تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم وصاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. وحث سموه لاعبي المنتخب على تقديم أفضل ما لديهم والسعي للمحافظة على المكتسبات وتعزيز الصورة المشرفة للرياضة البحرينية وترك بصمة إيجابية لرفع راية الوطن في هذا الاستحقاق المهم نحو الظفر ببطاقة التأهل لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، مشيرا لأهمية مضاعفة الجهود في سبيل تحقيق أفضل النتائج. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد: نتطلع منكم التمثيل المشرف بعد الظهور المتميز في الاستحقاقات السابقة، وأن تكونوا خير سفراء للوطن عبر ترسيخ المبادئ والقيم الرياضية السامية المتمثلة في التعاون والإخاء والمحبة التي تتماشى مع توجهات مملكة البحرين وقيادتها. وحفز سموه اللاعبين على التميز وتقديم أرفع درجات العطاء لعكس الصورة المميزة عن كرة القدم البحرينية وما تشهده من تطور، معربا سموه عن تمنياته للمنتخب بتحقيق أفضل النتائج في التصفيات وتحقيق انطلاقة إيجابية عبر مباراة اليمن.